الداخلية توافق على إلزام طالبي اللجوء بالمشاركة في أعمال إجبارية. ارتفاع نسبة إفلاس الشركات إلى 10% هذا العام. إيطاليا تتجه إلى المحكمة الأوروبية بسبب نزاع على الحدود. موظف بالقسم المالي في بلدية يختلس 260 ألف يورو. البرلمان يصادق على قرار يلزم مشاركة الوالدين في رعاية الأطفال. سائقو السيارات يدفعون 8 أضعاف ما يدفعه مستخدمو وسائل النقل. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اتفق وزير الداخلية جيرارد كارنر وممثلو الولايات النمساوية على زيادة تكاليف رعاية اللاجئين وفرض أعمال تطوعية على طالبي اللجوء. ويجب الآن على وزارة الداخلية أن تقدم نموذجا للتنفيذ، حيث سيتم مناقشة القضية في الاجتماع القادم في ديسمبر بفيينا، وسيتم أيضا دراسة نموذج جديد بالنسبة للأعمال التطوعية الإلزامية، وسيتم توسيع اللائحة الحالية لتشمل منظمات العمل التطوعية، وستظل مسألة تعويضات المصروفات والحد الأقصى للأجور موضعا للنقاش. Von freiwilligen Organisationen. Es geht aber auch darum, Gemeinden zu unterstützen im Bereich der Gartenarbeit, der Parkraumarbeit, der Flurreinigung oder auch diversen Instandhaltungsarbeiten. Menschen, die bei uns im Asylverfahren sind, hier auch zu Tätigkeiten auch verpflichten zu können. ازدادت حالات الإفلاس في النمسا خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام، حيث تعرضت 10 شركات كبيرة للإفلاس. ووصف اتحاد حماية الدائنين هذه الزيادة بأنها عام إفلاس معتدل مع زيادة معتدلة، وأعلنت حوالي 3900 شركة عن عجزها عن السداد بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في قطاعات التجارة والبناء والضيافة. وعلى الرغم من الزيادة، تبلغ الزيادة مقارنة بعام 2019 قبل كورونا 2.6%، وبالتالي زادت أضرار العاملين والدائنين بنسب كبيرة. أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل ماتيو سالفيني عن تقديم إيطاليا دعوى لدى المحكمة الأوروبية بسبب النزاع الحالي مع النمسا بشأن إجراءات العبور على الحدود في تيرول. وانتقد سالفيني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين لعدم اتخاذ إجراءات ضد النمسا، وقد بدأ النزاع في الأشهر الأخيرة ويتعلق بإجراءات العبور والقيادة ليلاً، وتأتي هذه الخطوة بعد 4 سنوات من الانتظار على قرار المفوضية الأوروبية، فيما بررت النمسا أن الوضع يرتكز على مخاوف بيئية ومنافسة غير نزيهة. تهم موظف في القسم المالي في بلدية سانك بولتن بمقاطعة النمسا السفلى بجريمة اختلاس تقدر ب 260 ألف يورو. واستغل المشتبه به وظيفته للتلاعب بحسابات البنك، حيث قام بخداع الموظفين وتحقيق مكاسب شخصية، وتفاصيل التنفيذ لم تكشف بعد، وقد تم فصله من عمله بأثر فوري فيما لم يحدد موعد المحاكمة بسبب عدم اكتمال لائحة الاتهام. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. واتهم حزب الشعب البلدية بتجاهل توصيات محكمة الحسابات البلدية لسنوات. قرر البرلمان النمساوي بالإجماع تعزيز دور الوالدين في رعاية الأطفال، بحيث سيصبح من الضروري على الأمهات والآباء قضاء 2 شهر على الأقل من إجازات الولادة، وإلا سيتم خصم 2 شهر من الإجازة البالغة 24 شهراً. ويأتي هذا القرار استجابة لتغييرات قواعد الإجازة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يترتب على هذا القرار زيادة في مشاركة الآباء في الرعاية، خاصة مع مضاعفة المكافأة الزمنية للآباء الذين يشاركون في الرعاية المباشرة بعد الولادة، ولن يؤثر القرار على الأمهات الوحيدات. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع فترة الإجازة حتى سن 8 للطفل.
أظهرت دراسة معهد مومنتوم في النمسا أن تكاليف القيادة بالسيارة قد ارتفعت بنسبة كبيرة خلال 4 سنوات الماضية، بينما لم تشهد أسعار وسائل النقل العامة زيادة ملحوظة. ازدادت تكاليف الأسر التي تمتلك سيارة بنسبة 25% هذا العام مقارنة بعام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السيارات والصيانة. وعلى الجانب الآخر، زادت أسعار وسائل النقل العامة بنسبة 1% فقط خلال نفس الفترة، وتبين أن العائلة التي تملك سيارة تنفق في المتوسط 714 يورو شهرياً مقابل 84 يورو للأسرة التي تستخدم المواصلات. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.